بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هل الصوت واضح؟ نعم كذا الصوت واضح. إذا الإشكال عند بعض زملائكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اهلا وسهلا بكم في هذه المحاضره الحيه رقم 6 من مقرر اداره الجوده الشامله الفصل الاول من العام الدراسي 1440 1400. المحاضرة السابقة بالنسبة للمحاضرة السابقة تحدثنا يعني عن الجودة قبل العصر الإسلامي، ثم بعد ذلك تحدثنا عن أن لم يرد نص لفظي بالجودة في القرآن، وبينما وأيضا الأحاديث، وإنما يعني هناك ما فيه تماثل الجودة مثل الإخلاص والإتقان والإحسان والسداد. بالطبع يعني صفة يعني مبسطة قلنا أن الإخلاص هو يعني داخلي والإتقان هو خارجي نراه، ثم الإحسان قلنا هو مستوى عالي. نعم، يعني لما الإخلاص يكون مرتفع الإتقان يكون مرتفع، ويعني قمة يعني الإخلاص قلنا الإحسان، واستشهدنا قول الله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ف يعني هذا نراها يعني في أي عمل، يعني مثلا تذهب حتى سواء حرفي سواء مدرس سواء، فتجد بصفة عامة يعني إذا كان العمل يعني متقن في الأكثر تجد أن لأن الإخلاص نحن لا نراه يعني. هل ماذا من المفترض أن إذا كان إنسان يعني غير متقن في عمله تجده في الغالب، ونحن مثل ما قلنا موضوع الإخلاص هو لا يعلم ولا الله، تكون درجة إخلاص ذلك الشخص يعني منخفضة. فبالطبع احنا من النصوص يعني القرآنية ومن أحاديث قمنا بهذه التوضيحات على أساس نصل إلى فكرة أن لما الإخلاص يصل إلى المستوى العالي يعني الإحسان في الإخلاص، فإن المستوى العالي من الإتقان يصبح يعني أيضا مستوى العالي. فبالطبع قلنا أيضا أن السداد هو التوجيه. فإذا لكي نتحصل على الإخلاص والإتقان والإحسان في الإخلاص والإحسان في الإتقان نحتاج من السداد من الله، أن الله يوجهنا. ووضحنا أن الإنسان يعني ما افترض هذا السداد يعني مجانا هبة من الله، ووضحنا أنه
يعني من المفترض أن الإنسان يرضي الله لكي يأخذ هذه يتحصل على الإخلاص والإتقان والإحسان. ففي المحاضرة المرئية قمنا بالطبعية المحاضرة المرئية رقم 9، قدمنا بعض الأدلة. نعم، ليس هناك أسئلة بالإنجليزية يعني. والمعتمد من العماد هو محتوى المحاضرات المرئية المصورة. إذن قدمنا بعض الأدلة من القرآن والسنة التي توضح هذه المفاهيم، مثلا بخصوص الجودة والإحسان. يقول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأيضا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على معاملة الناس بالحسنى والالتزام الأخلاق الحسنة معهم. من الأحاديث الرسول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. وقلنا أن الإحسان في العمل ذو شقين: الأول استخدام أقصى درجات المهارة، والإتقان من الشق الثاني فهو التوجه بالعمل لله عز وجل، مثل ما قلنا يعني الإحسان في الإخلاص ويؤدي إلى نعم كل المحاضرات معنا. ليس هناك يعني قلنا فقط المحاضرة 28، المحاضرات يعني هناك محاضرتين في الآخر يعني 29 و30، فقط 29 و30، محاضرات 29 و30 غير مطلوبة فقط، ما عدا ذلك كله مطلوب يعني. نحن الآن في المحاضرة الحية رقم 6. نعم، نحاول أن يعني لا يعني لا نخرج عن المحاضرة حتى نستطيع أننا نجد يعني الوقت مراجعة. طبعا مراجعة شاملة لن نعيد كل شيء، لكن في إذا كان يعني استطعنا أننا يعني تكون هناك محاضرة المراجعة، هناك يعني بعض العناصر التي يجد فيها الطلاب صعوبة سوف نراجعها، مثل يعني بعض الجداول يتساءل الطلاب يعني كيف نوعية الأسئلة، أيضا بالنسبة لرواد الجودة. فنحاول أننا يعني ما نعطل سير المحاضرات. ثم بعد ذلك تحدثنا عن كيف أن للحصول على الإحسان هناك سلسلة من السلوكيات: الحث على الإحسان في العمل، الحث على العمل الصالح، التأكيد على إتمام العمل وإكمال على أفضل وجه. ففي الحث على الإحسان في العمل مثلا أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأيضا أن هناك شمولية في المنهج الإسلامي، أن الإحسان يعني يجب أن يكون في العبادات وأيضا في الأعمال. ثم أيضا جعل الله عز وجل الابتلاء والاختبار بالعمل غاية الحياة الدنيا، ويقول سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأيضا كيف وضحنا كيف أما أجر العمل الحسن لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تحدثنا عن الحث عن العمل الصالح، وفي سورة فصلت يقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
يعني صار في مثلا امثله لاسئله بالادله يعني حتى نعرف طريقه يعني الاسئله باستعمال الادله. وايضا رغب المولى سبحانه وتعالى عباد المؤمنين بالمداومة على العمل الصالح، والعمل الصالح هو طريق الفلاح مع اقتران بالايمان والتوبه. وايضا القران الكريم يحث على المبادره الى العمل الافضل ويقارن بينه وبين غيره من الاعمال. وايضا حث القران الكريم على التسابق في الاعمال الخيره، ووعد الله سبحانه وتعالى السباقين بالخير بالجنه والمنزله العليا. ثم في اخر هذه المحاضره قلنا ان العمل الصالح في الاسلام يتصف بالشمول والتنوع، وهو لا يقتصر على جلب الخير النافع وانما يتعدى الى محاربه الشر الضار. والعمل الصالح يحتاج الى اعداد وتربيه وتدريب على ادائه وتوفير مؤسساته. اذا اخر ما ذكرته هو في اخر المحاضره الحيه رقم 9، وامامكم الاختبار السريع المتعلق بمحاضرة المرئية رقم 9. إذا تدرجنا مع التسلسل التاريخي نجد أنه في عام 2000 قبل الميلاد يعود تاريخ الجودة إلى القوانين التي وضعها ألف فرعون، باء حمورابي ملك بابل، جيم قارون دل الجميع ما ذكر، والإجابة هي باء. إذا تدرجنا مع التسلسل التاريخي نجد أنه في عام 2000 قبل الميلاد يعود تاريخ الجودة إلى القوانين التي وضعها إذا حمورابي ملك بابل. السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 9، ارتبط مصطلح الجودة في الإسلام بمفردات ومصطلحات ذات علاقة، من أبرزها ألف السادات، باء الإحسان والإخلاص، جيم الإتقان، دال جميع ما ذكر. فعلا ارتبط مصطلح الجودة في الإسلام بمفردات ومصطلحات ذات علاقة، من أبرزها إذا جميع ما ذكر السداد والإحسان والإخلاص والإتقان. السؤال الثالث، مهدت الحضارة الإسلامية منهجا للتطوير المستمر للجودة عن طريق الارتقاء بمستوى التفكير البشري والمعيشي للأفراد والمجتمعات من خلال إعطاء السيادة لي. ألف ممارسة العبادات التي يتمرن الفرد فيها على الإخلاص الذي أساسه جودة الأداء الذي هو أساس التحسين والتطوير. باء العلم والمعرفة والإتقان وممارسة العبادات التي يتمرن الفرد فيها على الإخلاص الذي أساسه جودة الأداء الذي هو أساس التحسين والتطوير. جيم العلم والمعرفة والإتقان والتفكير الإيجابي وممارسة العبادات التي يتمرن الفرد فيها على الإخلاص الذي أساسه جودة الأداء الذي هو أساس التحسين والتطوير. ده الأشياء مما ذكرها. فهم الإجابة صحيحة يا جيم، فقد مهدت الحضارة الإسلامية منهجا للتطوير المستمر للجودة عن طريق الارتقاء بمستوى التفكير البشري والمعيشي للأفراد والمجتمعات من خلال إعطاء السيادة للعلم والمعرفة والإتقان والتفكير الإيجابي وممارسة العبادات التي يتمرن. هذه الأسئلة أمثلة لأسئلة موجودة في المنتدى مع الإجابات. إذا قلنا إعطاء السيادة للإجابة جيم، العلم والمعرفة والإتقان والتفكير الإيجابي وممارسة العبادات التي يتمرن الفرد فيها على الإخلاص الذي أساسه جودة الأداء الذي هو أساس التحسين والتطوير. السؤال الرابع والمتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 9، ظهرت نتائج الجودة خاصة في العصر الإسلامي. ألف الأموي، باء الأموي العباسي، جيم الأموي العباسي والأندلسي، ده الأشياء ما ذكر، وإجابة هي جيم. فقد ظهرت نتائج الجودة خاصة في العصر الإسلامي الأموي والعباسي والأندلسي. السؤال الخامس، الإجابة صح أم خطأ، في عهد الإغريق طلب أبقراط من تلاميذه تأدية يمين القسم على أنهم سوف يقدمون إلى زبائنهم أفضل خدمة أفضل منتج يمكن تقديمه، هل هذا صح أم خطأ؟ هذا فعلا صحيح. إذا نمر إلى المحاضرة المرئية رقم 10، وأمامكم الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة
المرئية رقم 10. ونص السؤال يقول: برسالية رقم 10، العمل الصالح ينبغي أن يكون ألف أخلاقيا فقط، ب ناجحا فقط، جيم أخلاقيا وناجحا، لا شيء مما ذكر. وأثناء وصلنا الحديث عن العمل الصالح في المحاضرة المرئية رقم 10، وقلنا أن العمل الصالح ينبغي أن يكون أخلاقيا وناجحا، فإذا كان أخلاقيا وغير ناجح لا يجلب منفعة ولا يدفع ضررا، وإذا كان ناجحا وغير أخلاقي فإنه يجلب ضررا، وإذا اجتمع اثنان فيه كان عملا نافعا غير ضار. وأعطينا أمثلة عن الحث على العمل الصالح في القرآن وفي الأحاديث، ثم تحدثنا عن التأكيد على إتمام العمل وإكماله على أفضل وجه، وأعطينا مجموعة من الأدلة، ثم تحدثنا بعد ذلك عن الجودة والإخلاص وكيف أن الإخلاص تصفية العمل من كل شائبة، إذا يمزج العمل ما يشوبه من شوائب رغبة النفس. ويجب الإسلام على العامل أن يخلص النية في عمله. وقد أمر الله عز وجل عباده في مواضع عدة من كتابه الحكيم بالإخلاص في العبادة والأعمال، من ذلك قوله مثلا عز وجل في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. أيضا في سورة الكهف يقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقلنا أن العمل المقبول له معياران: أولهما أن يكون خالصا لوجه الله، وثانيهما أن يكون صوابا، فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، إذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. ثم تحدثنا عن الإتقان وكيف يعني الإتقان هو الجانب الظاهر، وتحدثنا مثلا أعطينا أمثلة في سورة التين: لقد خلقنا الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ثم بعد ذلك وضحنا يعني علاقة الجودة بالإتقان والإخلاص وأيضا السداد، ثم تعريف السداد و كيف يكون السداد في الأداء، ويحتاج السداد لتسامح الأمانة في أداء العمل، وأيضا يحتاج أيضا استشعار مسؤولية تجاه الأعمال والالتزام بالدقة والإجادة في أداء الواجبات، واستشهد بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تعملون. ثم في آخر محاضرة رقم 10 قلنا أن الإنسان محاسب عن عمله سواء أبداه الناظرين أو أخفاه، فالله عز وجل مطلع على عمله وسيحاسبه عليه، ويتضح ذلك في قوله تعالى في سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. إذن الإجابة على الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 10، قلنا أن العمل الصالح ينبغي أن يكون ألف. سأعطيكم أمثلة على طريقة الأسئلة بالنسبة لي يعني الأحاديث والآيات. إذن قلنا أن العمل الصالح ينبغي أن يكون ألف أخلاقيا فقط، ب ناجحا فقط، جيم أخلاقيا وناجحا، دل شيء ما ذكر، والإجابة الصحيحة هي الجيم أخلاقيا، والعمل الصالح ينبغي أن يكون أخلاقيا وناجحا.
السؤال الثاني المتعلق ب المحاضرة المرئية رقم 10، يعني مثلا بالنسبة لمن يريد أمثلة مثلا الأسئلة يعني مثلا من النصوص القرآنية، يقول الله تعالى: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ما ذبح عن النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر إلى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن تدل هذه الآية على الحث على العمل، الحث على الإحسان في العمل، باء الحث على العمل الصالح، جيم التأكيد على إتمام العمل وإكماله على أفضل وجه، دل جميع ما ذكر. نعم. فهذه نعم جيم التأكيد على إتمام العمل وإكماله على أفضل وجه. ممتاز. إذن السؤال الثالث المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 10، إذا كان العمل أخلاقيا وغير ناجح فإنه يعتبر عملا ألف صالحا، ب لا يجلب منفعة ولا يدفع ضررا، ج يجلب ضررا، دل شيء ما ذكر. والإجابة إذن هي ب، إذا كان العمل أخلاقيا وغير ناجح فإنه يعتبر عملا إذن لا يجلب منفعة ولا يدفع ضررا. السؤال الرابع الإتقان، ألف يعتبر مظهر من مظاهر الإخلاص في العمل، ب لا يقتصر في الإسلام على عمل دون آخر، ج مطلوب في كل عمل من أعمال الدين والدنيا، د جميع ما ذكر. فعلا جميع ما ذكر، فالإتقان يعتبر مظهر من مظاهر الإخلاص في العمل، لا يقتصر في الإسلام على عمل دون آخر، وهو مطلوب في كل عمل من أعمال الدين والدنيا. ثم السؤال الخامس إجابة بصح أم خطأ، يعرف الإخلاص بأنه تخطيط العمل من كل شائبة، أي لا يمازج العمل ما يشوبه من شوائب رغبات النفس كطلب المدح من الناس أو تعظيمهم أو طلب أموالهم أو غير ذلك من العلل والشوائب. هل هذا صحيح أم خطأ؟ فإذا هذا صحيح. فإذا نمر إلى المحاضرة المرئية رقم 11 وأمامكم الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 11. تتضمن سيرور التطبيق إدارة الجودة الشاملة إجراء تغييرات كثيرة في مجالات عديدة مثل ألف ثقافة المنظمة والهيكل التنظيمي، باء النمط القيادي ومناخ الإبداع. كلمة جميع ما ذكر ما تضف الاختبار، لكن نعيد نكتبهم كلهم. يعني مثلا نأخذ مثال اليوم، مثلا السؤال مثلا يعني بالنسبة للسؤال الرابع لا نكتب جميع ما ذكر، لكن نعيد نكتب الخيارات كلها. يعني مثلا بالنسبة للسؤال الرابع الإتقان، ألف يعتبر مظهر مظهر الإخلاص في العمل، باء لا يقتصر بالإسلام على عمل دون آخر، ج مطلوب في كل عمل من أعمال الدين والدنيا. إذا كان إجابة جميع ما ذكر أعيد أكتب كل هذا، يعني في دل تجد يعتبر مظهر مظاهر إخلاص العمل ولا يقتصر في الإسلام على عمل دون آخر وهو مطلوب في كل عمل من أعمال الدين والدنيا. واضح؟ نعم. فإذا قلنا أيضا بالنسبة للسؤال الاختبار السريع متعلق بالمحاضرة المرئية رقم 11، تتضمن سيرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة إجراء تغييرات كثيرة في مجالات عديدة مثل ألف ثقافة المنظمة والهيكل التنظيمي، باء النمط القيادي والمناخ الإبداع، جيم تصميم السيرورات، دل يعني ثقافة المنظمة والهيكل التنظيمي والنمط القيادي ومناخ الإبداع وتصميم السيرورات. حتى أنا نقول جميع ما ذكر. إذن
في هذه المحاضرة الحية رقم 11 دخلنا في الفصل الثالث وهو إدارة الجودة الشاملة وثقافة الجودة أو ثقافة التغيير. وهذا فصل يعني من الأشياء التي نتعلم أشياء من الأشياء المهمة التي نتعلمها فيه أن لما ندخل إلى شركة ونريد نطبق نظام جودة نجد مثلا إدارتها تقليدية كيف نقوم بعملية التغيير وخاصة يعني التغيير الثقافي وكيف تكون هناك عقلية الجودة. لذلك في يعني في البداية يتحدث عن كيف أننا يعني في التغيير نقوم بتغييرات يعني في ثقافة المنظمة، الهيكل التنظيمي، النمط القيادي، مناخ الأبداع وتصميم السيرورات. ولكي نفهم يعني موضوع ثقافة الجودة لابد أننا نحن الآن في المحاضرة المرئية رقم 11. اليوم نحن في المحاضرة الحية رقم 6. الآن ندخل في المحاضرة الحية رقم 11 و يعني في هذه المحاضرة بدأنا الفصل الثالث. يعني إذن في هذا الفصل يعني سنتعلم كيف نغير يعني نغير ثقافة المنظمة، الهيكل التنظيمي، النمط القيادي، مناخ الإبداع، تصميم السيرورات. فيعني موضوع ثقافة الجودة وهذا يتطلب مثلا بصفة مبسطة أنك تفهم ثقافة بصفة عامة ثم ثقافة المنظمة ثم ثقافة الجودة لكي يسهل عليك الموضوع. الثقافة بصفة عامة هي القيم والمبادئ التي تمثل الإطار الذي يرجع إليه الفرد أو المجموعات لأخذ قرارات. بالطبع هناك يعني تعريفات كثيرة للثقافة، لكن نقول احنا المبادئ والقيمة معنا المبدأ عام والقيمة خاصة. يعني مثلا نقولوا الحضور في الوقت، هذا مبدأ عام، من يعطي قيمة يأتي في الوقت، من لا يعطي قيمة يأتي متأخر. نعم سنتحدث عنه هذا. الآن نركز على موضوع الثقافة وتصميم السيارات، بعد ذلك الهندرة سنتحدث عنها في آخر الفصل. لكن حاولوا أن نفهم الفرق الآن بين ثقافة وثقافة المنظمة وثقافة الجودة، هذا موضوع مهم جدا. نعم يعني حاولوا انتبهوا يعني الفصل يعني ترتيب الفصل لا نسبق يعني حتى زملائكم يستطيعوا أن يتابعوا الموضوع السيرورات وهذه في آخر الفصل. فالآن في بداية الفصل أوضح لك موضوع مهم جدا ثقافة، يعني تدخل يعني شركات يعني تدار بطريقة تقليدية تجد هناك ثقافة تقليدية، كيف تغير العقليات، كيف تغير الثقافة، هذا موضوع صعب. لكي نفهمه لابد أن نفهم ثقافة بصفة عامة، ثقافة المنظمة، ثم ثقافة الجودة. إذا الفكرة أصبحت سهلة الباقي كله سهل. فقلنا مثلا ثقافة هي مجموعة المبادئ والقيم، لابد نفهم ما الفرق بين مبدأ وقيمة. قلنا مبدأ عام والقيمة خاصة، يعني قلنا مثلا حضور في الوقت مثلا هذا مبدأ عام، من يعطي قيمة يأتي في الوقت، ومن لا يعطي قيمة يأتي متأخر. الصدق مبدأ عام، من يعطي قيمة يكون صادق، ومن لا يعطي قيمة لا يكون صادق، وابني على ذلك الإخلاص إلى آخره. فإذا المبادئ هذه إذا كان صح القول قول إيجابية، من يعطيها قيمة فتعطي ثقافة إيجابية، ومن لا يعطيها قيمة تعطي العكس. فالإنسان يولد في عائلة فتغرس فيه يا أما يعني قيم إيجابية أو يعني قيم قد تكون يعني عكس ذلك. طبعا الإنسان بعد ذلك يخرج إلى السلبية، نعم، لأن هناك من يقبلها وهناك من لا يقبلها، على كل ما هي مشكلة. المهم أن هذه ثقافة بصفة عامة، والإنسان بعد ذلك يخرج إلى الحي، وبعد ذلك يذهب إلى الروضة، ويذهب إلى المدرسة والمعهد والجامعة إلى آخره، فتتشكل هذه ثقافة بصفة عامة. هل المفهوم ثقافة بصفة عامة ما معنى ثقافة بصفة عامة؟
نعم. الآن يعني في الشركات أو المنظمات الموظفين يدخلون بثقافات مختلفة، مثل ما قلنا منذ قليل هناك من يدخل بثقافة إيجابية الإخلاص والإتقان وكذا، هناك من يدخل بثقافة ربما سلبية عكس ذلك الكذب وعدم الالتزام إلى آخره. فإذا ثقافة المنظمة هي يعني تقريبا تفاعل بين ثقافات إيجابية وسلبية، لذلك ربما نفهم لماذا مثلا في منظمة يكثر الفساد الإداري، لأن ثقافة سلبية هي التي تطغى. يعني هل تتخيل أن موظف يمارس الفساد الإداري وهو مخلص وهو صادق، هل تتخيلون ذلك؟ لا. إذا يعني ثقافة المنظمة هي تفاعل، قد يطغى ثقافة الخير وقد تطغى ثقافة الشر. إذا طغت ثقافة الشر تجد الفساد الإداري يلقى. ثقافة الخير هل هي ثقافة الجودة؟ ثقافة الخير هي ثقافة الجودة. ثقافة الجودة هي ثقافة الإتقان، ثقافة الإحسان، ثقافة الصدق، الالتزام إلى آخره. فهل واضح ما معنى ثقافة بصفة عامة؟ وثقافة المنظمة هي تفاعل بين الثقافة الإيجابية والسلبية، بينما ثقافة الجودة هي ثقافة الخير. هل هذا واضح أم لا؟ واضح الفرق بين ثقافة وثقافة المنظمة وثقافة الجودة؟ ممتاز. نحن إذا سنتعلم كيف تدخل إلى شركة يعني تجد مثلا الثقافة مثلا السلبية والإيجابية، كيف ندعم الثقافة الإيجابية لتصبح ثقافة الجودة هي التي يعني تسود في الشركة. فإذا قدمنا في المحاضرة تعريف الثقافة، ثم قلنا يعني أن الثقافة هي مجموعة من المعتقدات والقيم التي يتقاسمها الأفراد وتنتقل من جيل إلى آخر، وقلنا أنها تؤدي الثقافة إلى معايير قواعد سلوك تحدد السلوك المقبول للأفراد. وقلنا أن نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة مرتبط بثقافة المنظمة، يجب أن تكون منسجمة مع يعني مفهوم إدارة الجودة الشاملة. ثم عرفنا ثقافة المنظمة على أنها مجموعة من المعتقدات العميقة تتعلق بكيفية تنظيم العمل، ممارسة السلطة، درجة الرسمية المطلوبة. وبالتالي يجب تطوير ثقافة المنظمة، ولكي ينجح التغيير في المهمة والأهداف والاستراتيجيات والسياسات لابد يعني أن هذه ثقافة المنظمة تكون إيجابية. ووضحنا كيف أن ثقافة الجودة هي مجموعة من القيم ذات صلة بالجودة، وهي بالطبع القيم إيجابية. وقلنا أن إدارة الجودة الشاملة يمكن أن تساهم في التغيير الثقافي والسلوكي للأفراد والجماعات بواسطة عناصر التي هي توضيح الغرض، العرفان والتقدير، المشاركة، التمكين، المعنويات، روح العمل الجماعي، الاتصالات الفعالة، والمعرفة والمهارة. إذا نجيب عن الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 11، وقلنا تتضمن سيرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة إجراء تغييرات كثيرة في مجالات عديدة مثل آلة ثقافة المنظمة، الهيكل التنظيمي، النمط القيادي ومناخ الإبداع، جيم تصميم السيرورات. وقلنا أن الإجابة هي جميع يعني ما ذكر، أي أن ثقافة المنظمة والهيكل التنظيمي والنمط القيادي ومناخ الإبداع وتصميم السيرورات. السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 11، يتوقف نجاح سيرورة تطبيق مصطلح إدارة الجودة الشاملة على ألف ثقافة المنظمة، ماذا كونها منسجمة مع الفهم القديم المتعلق بتطبيق إدارة الجودة الشاملة، باء ثقافة المنظمة مدى كونها منسجمة مع الفهم الجديد المتعلق بتطبيق إدارة الجودة الشاملة، جيم ثقافة المنظمة مدى كونها منسجمة مع الفهم القديم والجديد المتعلق بتطبيق إدارة الجودة الشاملة، دل لشان ما ذكر. والإجابة هي باء، يتوقف نجاح سيرورة تطبيق مصطلح إدارة الجودة الشاملة على، إذا الإجابة باء، ثقافة المنظمة ومدى كونها منسجمة مع الفهم الجديد المتعلق بتطبيق إدارة الجودة الشاملة. السؤال الثالث متعلق بالمحاضرة المرئية رقم 11، يمكن تعريف الثقافة على أنها
ألف مجموعة من المعتقدات والقيم التي لا يتقاسمها الأفراد ولا تنتقل من جيل إلى آخر. باء مجموعة من المعتقدات والقيم التي يتقاسمها الأفراد وتنتقل من جيل إلى آخر. جيم مجموعة من السيارات التي يتقاسمها الأفراد وتنتقل من جيل إلى آخر. دال جميع ما ذكر، والإجابة هي باء. فيمكن تعريف الثقافة على أنها مجموعة من المعتقدات أو القيم التي يتقاسمها الأفراد وتنتقل من جيل إلى آخر. السؤال الرابع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 11، تؤدي الثقافة إلى معايير قواعد سلوك تحدد. ألف السلوك المقبول للأفراد، باء السلوك غير مقبول للأفراد، جيم السلوك المقبول والغير مقبول للأفراد، دل شيء مما ذكر، والإجابة هي ألف. تؤدي ثقافة إلى معايير قواعد سلوك، يعني تحدد إذن ألف السلوك المقبول للأفراد. السؤال الخامس والإجابة ب صح وخطأ، يعتبر روح العمل الجماعي من العناصر التي لا تستعمل في إدارة الجودة الشاملة من أجل التغيير الثقافي والسلوكي لأفراد الجماعات. هذا صحيح أم خطأ؟ فعلا هذا خطأ. يعتبر روح العمل الجماعي من العناصر التي تستعمل في إدارة الجودة الشاملة من أجل التغيير الثقافي والسلوكي للأفراد والجماعات. إذن نمر إلى المحاضرة المرئية رقم 12، وأمامكم الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 12. يمكن تقسيم التغيير من حيث درجة الشمولية إلى ألف التغيير العشوائي والتغيير المخطط، باء التغيير السريع والتغيير البطيء، جيم التغيير الجزئي والتغيير الشامل، دل جميع ما ذكر. وفي هذه المحاضرة وصلنا الحديث عن إدارة الجودة الشاملة وإنجاح التغيير الثقافي، وهذا يعتمد على المتطلبات التالية: الرؤية يقصد بها تحديد هدف، المهارات وما فيها من معرفة وأدوات لتنفيذ العمل، الحوافز نظام المكافآت، الموارد الوقت والمعدات لإنجاز العمل، والبرنامج الزمني ويقصد به خطوات تنفيذ العمل بالتفصيل. هما يقول أن النجاح التغيير يعني مرتبط بوجود برنامج زمني مع موارد مع حوافز مع مهارات مع رؤية. فإذا اختفت الرؤية يكون هناك تشويش في التغيير، وإذا إذا كان لم يكن هناك مهارات هناك خلق في التغيير، إذا لم يكن هناك حوافز هناك بطء في التغيير، وإذا كان ليس هناك موارد هناك فشل في التغيير، وإذا كان إذا كان لا يوجد في عدم وجود برنامج زمني هناك بداية خاطئة في التغيير. وتحدثنا عن العقبات التي تواجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة، منها نقص المعرفة الإدارية، انعدام الرؤية المركزية، ضعف التزام الإدارة العليا، ضعف اقتناء الإدارة العليا، عقلية أنه ليس في الإمكان أحسن من مكان، فقد الثقة في البرنامج بعد فترة زمنية طويلة من بدء التنفيذ، أيضا وجود حلقة مفقودة نحو الهدف بين الإدارة والعاملين، عدم وجود معايير واضحة، قلة جهود التوثيق، صعوبة تغيير الثقافة، عدم فعالية شبكة الاتصال، معدل دوران عالي للمديرين، البحث عن أعذار وضعنا مختلف، مشاكلنا مختلفة، كل هذه يعني من العوائق أمام تطبيق إدارة الجودة الشاملة. ثم قدمنا مفهوم التغيير وكيف أن يعني هذا التغيير أساسي للتأقلم مع البيئة ومع السوق، وأن يعني المنظمات لابد أن تتكيف مع بيئتها الداخلية والخارجية لكي تستمر وتبقى. فقدمنا تصنيفات من حيث نعم مطلوبين الموجود في المحاضرات مطلوب. فهناك تصنيفات للتغيير من حيث درجة التخطيط، وأيضا من حيث وقت التنفيذ، ومن حيث درجة الشمولية. فوضحنا كيف أن من حيث درجة التخطيط هناك التغيير العشوائي والتغيير المخطط، ثم من حيث درجة التنفيذ هناك التغيير السريع والتغيير البطيء، و من حيث درجة الشمولية هناك التغيير الجزئي والتغيير الشامل. وعرفنا بمختلف هذه التغييرات أنواع التغيير،
ثم قدمنا القوى التي تدفع إلى التغيير، وأن هناك قوى داخلية تدفع إلى التغيير وهناك قوى خارجية تدفع إلى التغيير. القوى الداخلية يمكن تتحكم فيها الشركة لكي تغير، من بين هذه القوى مثلا انخفاض درجة الرضا الوظيفي، ارتفاع معدل دوران العمل، زيادة معدل التغيب، انخفاض أرباح المنظمة، عدم وجود تعاون فعال بين العاملين. وقلنا أن معاناة المنظمة من أي من مشاكل سابقة تفرض عليها ضرورة إجراء تغييرات محددة لمعالجة الوضع وتصحيحه. إذا نجيب عن الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 12. إذا قلنا يمكن تقسيم التغيير من حيث درجة الشمولية إلى التغيير العشوائي والتغيير المخطط، بعد التغيير السريع والتغيير البطيء، جيم التغيير الجزئي والتغيير الشامل، والإجابة هي جيم. فيمكن تقسيم التغيير من حيث درجة الشمولية إلى إجابة جيم، التغيير الجزئي والتغيير الشامل. السؤال الثاني متعلق بالمحاضرة المرئية رقم 12. يعتبر انخفاض درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين من القوى ألف الداخلية محركة للتغيير، باء الخارجية محركة للتغيير، جيم الداخلية والخارجية المحركة للتغيير. والإجابة الصحيحة هي فعلا ألف. فيعتبر انخفاض درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين من القوى، إذا الإجابة ألف، الداخلية المحركة للتغيير. السؤال الثالث متعلق بالمحاضرة المرئية رقم 12. التغيير الجزئي ألف الذي يتم مرة واحدة وبسرعة، ويسمى البعض هذا النوع من التغيير بالصدمة القوية، حيث أن تنفيذه يشكل صدمة قوية للجميع. باء يشمل أجزاء من المنظمة أو السيرورات أو العمليات أو الأنشطة، فقد يشمل التغيير وحدة من الوحدات الإدارية في المنظمة أو أهداف المنظمة أو السياسات والإجراءات. جيم هو التغيير الذي يشمل المنظمة ككل من كافة النواحي، سواء أفرادا أو جماعات أو دوائر أو أقسام أو سيرورات وعمليات وغير ذلك. وفعل الإجابة الصحيحة هي باء، التغيير الجزئي. إذا الإجابة باء يشمل أجزاء من المنظمة أو السيرورات أو العمليات أو الأنشطة، فقد يشمل التغيير واحدة من الوحدات الإدارية في المنظمة أو أهداف المنظمة أو السياسات والإجراءات. السؤال الرابع يعني نفس الخيارات لكن السؤال يتغير. التغيير المخطط هل هو ألف الذي يتم مرة واحدة وبسرعة، ويسمى البعض هذا النوع من التغيير بالصدمة القوية، حيث أن تنفيذه يشكل صدمة قوية للجميع. باء يشمل أجزاء من المنظمة والسيرورات والعمليات والأنشطة، فقد يشمل التغيير واحدة من الوحدات الإدارية في المنظمة أو أهداف المنظمة والسياسات والإجراءات. جيم هو الذي يتم تنفيذه بعد إعداد دقيق، ربما ما كانت موجودة هذا جيم، لم تكن موجودة في الخيارات السابقة. جيم هو الذي يتم تنفيذه بعد إعداد دقيق ودراسة متأنية لظروف التغيير ومتطلباته وبرامجه، ويكون نتيجة جهود واعية من قبل مخططي التغيير للجميع. ما ذكر هناك اختلاف بين الخيارات السابقة، يعني خيار جيم تم تغييره والإجابة هي جيم. التغيير المخطط هو الذي يتم تنفيذه بعد إعداد دقيق ودراسة متأنية لظروف التغيير ومتطلباته وبرامجه، ويكون نتيجة جهود واعية من قبل مخططي التغيير. نعم. السؤال الخامس والإجابة بصح أم خطأ. إذن التشويش الذي يحدث في سيرورة التغيير الثقافي يكون ناتج عن مشاكل متعلقة بالمهارات، هل هذا صحيح أم خطأ؟ فأنا هذا خطأ، لأن القلق الذي يحدث في سيرورة التغيير يكون ناتج عن مشاكل متعلقة بالمهارات، أما التشويش الذي يحدث في سيرورة التغيير الثقافي يكون ناتج عن مشاكل متعلقة بالرؤية. نعم، ممتاز. إذن هكذا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة الحية رقم 6. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من محتوى هذه المحاضرة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل،
ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إن شاء الله تكتب أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.